ورحمة الله وبركاته أصدقائي المشاهدين، معكم طريقة صنع شاحن سفري. أولا نحتاج إلى شاحن سفري مع سيارة، باتري 9 فولت، توصيلة، طبعا وايرين، وعلبة صغيرة. أول حاجة هنجي ونفك الشاحن، طبعا كل شاحن له طريقته الخاصة في الفك. ايه، فكما تشاهدون طبعا كل شاحن راح يطلع شكل، فهاك هاك شكله. راح نشيل الشريحة ونثبتها بالعلبة ونرجع لكم. مثل ما بتشوفوا ثبتت الشريحة في العلبة، وهذا شكله شمع. طبعا هي العلبة لازم تقصوها وتفوتون بطنة USB. نرجع معنا التوصيلة، نجيب التوصيلة. طبعا هاي التوصيلة ممكن تشتروها من اي محل قريب او من اي ريموت لاسلكي او لعب الاطفال مثل ما بتشوفوا. اذا طبعا هذا هكذا مثل ما بتشوفوا الضوء، طبعا الضوء ما عم يعلق، ما قي يعلق كثير يعني بعد ما ثبتنا. راح نجيب توصيل طبعا واير، نوصله نرجع لكم. مثل ما بتشوفوا وصلناهم. طبعا هذا الموجب، هذا الموجب وهذا السالب. طبعا راح اجيب واير واثبته وارجع لكم. مثل ما بتشوفوا بعد تثبيت الوايرات هنحط الباتري جوا. طبعا هذا مفيد بالسفرة او باي مكان. واير نجيب الشاحن، مثل ما بتشوفوا عم يشحن. ان شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب ومشاركة وإعجاب، ومع السلامة.